هذا وغادر الآلاف من ضيوف الرحمن المملكة بعد أداء مناسك الحج عبر مطارات المملكة ومختلف المنافذ البرية والبحرية، وسط متابعة من الجهات المعنية للوقوف على سير أعمال مغادرة الحجاج من المنافذ الدولية وتقديم أفضل الخدمات لهم. كشفت للإخبارية المتحدث الرسمي لمديرية عامة الجوازات المقدم طلال الشلهوب عن انتهاء الخطة الأولى للقدوم بإنجاز معاملات 1,752,000 حاج عبر جميع المنافذ، فيما غادر حتى الآن 61,000 منهم. المرحلة الأولى من خطة المديرية العامة هي خطة القدوم، انتهت بفضل الله تعالى بإنجاز 1,752,014 حاج عبر جميع منافذ المملكة جوا وبرا وبحرا. بدأت المرحلة الثانية من خطة المديرية العامة للجوازات وهي خطة المغادرة. جميع منافذ المملكة الخاصة لاستقبال الحجاج المغادرين على أهبة استعداد.